دلوقتي احنا هنعمل الحلويات النيبالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ What is the name of the dessert that we will make right now? It's called sikarni. Sikarni? Yes. يعني ايه sikarni? What is the meaning of sikarni? Sikarni means it's sweet. Sweet. حلويات. حلويات. اوكي. نبدأ نعرف المكونات بتاعت sikarni. What are the ingredients for sikarni? Main ingredients is yogurt. أهم مكون هو الزبادي. الزبادي. Yes. And we call jaifal. جوزة الطيب. And this one is cinnamon powder. بودرة القرفة. Yes. حبهم في القرفة زي ما احنا عارفين. Yes. And this one is coconut. جوز الهند. Yes. And we need some little bit sugar for sweets. وهنحتاج شوية سكر عشان التحلية. وفستق مطحون. It is very easy. هي وجبة سهلة قوي. سهلة جدا. حلوة سهلة قوي انه يتعمل. أراجع حضراتكم المكونات: 2 وربع كوب زبادي، 3/4 كوب سكر، 1 معلقة صغيرة من الهيل المطحون، ربع معلقة صغيرة من القرفة، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب، 3 معالق كبيرة فستق مفروم أو جوز اللي تحبوه يعني في المكسرات. Let's start. هنحط الزبادي الأول. بفكر حضراتكم بأرقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة لو عايزين تعرفوا أكلات نيبالي حصريا مكانين صدى البلد. I can mix it because when I can mix it this is a creamy. لما بتخلطها أكتر بتديها قوام الكريمي أكتر. هل ممكن تعملها بالمبرد ولا أحسن تعملها بالمعلقة؟ Is it better to do it with the mixer or the spoon? No, when we can mix it in mixer they are thin. We need thick. هو okay. مش عايزة القوام يبقى معاها رفيع فعشان كده مش تضربه في الخلاط، هي عايزاه قوام سميك فبتعمله بإيديها. هل السكارني الأعمار الصغيرة بتحبها؟ Do young people and children like sikarni? Yes. بيحبوه. Because when we can eat it, there's creamy and sweets and some cinnamon smell, cinnamon smell, so maybe عشان they can like it. قوام كريمي وبيبقى مسكر وكمان القرفة بتزود له ريحة حلوة فالأطفال كمان بيحبوه. بما ان نيبال مشهورة بالشاي وعرفنا ان الشاي فيه انواع كتيرة في نيبال، بياكلوا ايه جنب الشاي؟ يعني مثلا بيحبوا، احنا عندنا بناخد حلويات شرقية ممكن ناخد كيك، ايه اللي بيحبوه ياكلوه جنبه؟ So what is famous to be eaten with the tea in Nepal? Like in Egypt, we like to eat the oriental dessert with the tea like baklava, kunafa. Oh yes. What about Nepal? What do you like to eat with the tea? Actually, we can eat fruit salad, fruit salad, and that sikarni. Yes, we have some different sweet we call raspberry. Raspberry? Yes, raspberry like a round, white round, we can make for milk. And we also call. عندهم حلوة بتتعمل من الميلك. Yeah, we have another one, lalmohon. Lalmohon is black one. ونفس الفكرة عندهم منها بتتعمل باللون الأبيض وباللون الأسود. جاجر كولوا كاروت بودينج. دي اللي وعدتنا ميسيس مونا إن احنا نعملها المرة الجاية اللي هي الكاروت بودينج. وبنحط القرفة. القرفة طبعا دي اللي هتغير لنا الطعم خالص. دلوقتي هتحط السكر. Sometimes yogurt is little bit sour, then we can put it sugar. احيانا بيكون الزبادي حادق شويه فبنحط السكر. طب ايه انواع الزبادي اللي ممكن استعملها؟ ممكن استعمل مثلا زبادي يوناني، استعمل الزبادي اللي عندنا هنا في مصر البلدي، ولا ايه انواع الزبادي؟ What kind of yogurt should be used in this dessert?
Is it the Greek yogurt, regular Egyptian yogurt, or regular what kind of yogurt? Regular Egyptian yogurt. I can make for regular. Maybe. Yes. المنتج المحلي. المنتج المحلي. ديش أنا أصلا جهينة. برافو عليك. منتج محلي بصرف النظر عن الاسم حضراتكم ممكن تستعملوا أي زبادي موجود في البيت. هو ده. بتزود جوز الهند. الهند. وبتقلبهم تاني. Yes. It is ready. هو خلاص بقى تقريبا جاهز على التقديم. اوكي. طب العروسه في نيبال بتدخل المطبخ امتى؟ In Nepal, when does the bride go to the kitchen? In Nepal, when does the bride go to the kitchen? After marriage? After marriage, yes. Yes. After marriage. When? بعد الهانيمون مثلا؟ Yeah, after the honeymoon? Yes, after. We have some, you know, we call puja. We have some program a 2-3 days. عندهم ثلاث أربع أيام من الاحتفالات. Then they can go to the honeymoon. والهانيمون بياخد وقت قد إيه؟ Yes. And then for the honeymoon, how long does it take? Yeah. For the honeymoon, how long does it? 15 days. 15 يوم حوالي 15 يوم. يبقى الجواز في 3 أيام والهانيمون في 15 يوم وبتدخل المطبخ إمتى؟ And when does the bride go to the kitchen after that, after the honeymoon? Yes. So after 18 days of being married, maybe? Yes. No, تقريبا. دلوقتي هتبدأ تزينه. طب ممكن أعمل السكارني بحلويات معاها مثلا فروتس أحط مثلا تفاح أي حاجة من الحلويات اللي احنا بنحبها ممكن نحط معاها فاكهة؟ Can we make sakarni with the fruits as well? Yes, yes. When you can put it in a mango, it's very good. Mango. Yes, okay. Mango, mango, strawberry, الفراولة. Yes, it is very good. تبقى طعمها حلو قوي. ادي السكارني هنحط عليه برضو قرفة تاني من فوق. عشان طبعا ميسيس مونا بتحب القرفة وعرفنا ان نيبال بتحب القرفة. دي سفرتنا النهاردة قادمة من نيبال. ميسيس